ايه ده يخرب عقلك، لقيت بصل اخضر. بصل ايه؟ ده ورد، ورد دي اقل حاجة اقدر اقدمها لواحدة بالرقة والجمال والبراءة دي. براءة؟ ده انا كفالة، يا ريت كنت براءة يسمع من بقك ربنا. لسه القضية شغالة. بس انتي عرفتي اوضتي منين؟ انتي مراقباني بقى؟ اسمي ده حب؟ حب ايه يا ابني، انت عبيط؟ ما انت كاتب اسمك على الباب قد كده. اه صحيح. طب تتفضلي ولا؟ قشطة. لا ما ينفعش تقفلي الباب. ليه يا حبيبي هخطفك؟ تخطفيني؟ هو انت لسه هتخطفيني يا تباهي؟ انت خطفتيني من اول يوم شفتك فيه. اصل انا اخاف اقفل الباب عليا انا وانتي. معقوله واحده في طيبتك وسذاجتك تقفل الباب مع واحد في شقاوتي وفطيشي؟ بيتهيألي سمعتك ممكن تنجرح. تنجرح؟ سمعتي تنجرح من الباب؟ ده انا ليا فيديوهات على النت يا ابني. اكتب كده فتاة جامعة طنطا او وضع مخل فتاة جامعة طنطا، مشاهدات ياما واتش دي وحكاية. ايه يا ابني ده، مال اوضتك ضلمة وعتمة وكنزة كده؟ وانا اللي كنت فاكرة اوضتي صغيرة. ايه ده؟ هو انت اوضتك اكبر من الاوضة دي؟ اكبر منها يجي مرة مرة ونص كده بس. ما تجيش حاجة بقى في أوضة صبحي وبعتذر. ايه جناح بقى، انتاج واخراج. والله العظيم انت بتسخنيني يعني يا تباهي؟ ماشي يا تباهي انا هروح. يا حبيبتي اسم الله عليك. انت بتضحكي عليا يا تباهي؟ ساعديني لو سمحتي. ما تضحكيش ساعديني. اسم الله. لو سمحتي اسم الله. خليك انت هنا. الله اوعي. بعتذر، مريان خرجت وراها بسرعه. بعتذر، رد ابص ايدك مفيش وقت. صبحي بقى على فكره انا على بعد خطوتين منك، يعني ممكن تبص لي وتتكلم معايا عادي. نكبر بقى يا صبحي بيه، نكبر بقى. معلش مش عارف يا اخي، على يا ابني كان قد كده. هو ايه ده اللي كان قد كده؟ اللاسلك. مسك ده المسدس بتاعك. انا ما تلعبش بيه عشان ما تتعورش. لا ما تخافش، يلا ربنا معاك. استر يا رب. انا هتجنن يا بعتذر، هو في رباك داخل السلم ده ايطاليا ازاي؟ اذا كنت انت دخلت على رايك. طبعا انت مش محتاج اقول لك مصر قد ايه وراك، وان احنا كلنا مستنيينك ومنتظرينك. يلا يا بطل. لا مش محتاج. انت بتشوح لمصر صبحي بيه؟ بقول لك ايه، صحصح معايا، كل حاجه لازم تخلص في 5 دقايق بالظبط. عندك حق. طب صحيح لو ما رجعتش خلال 5 دقايق انا هعمل ايه؟ سلم نفسك او انتحر. اسلم نفسي على طول ولا اوقف معاهم شويه؟ بقول لك ايه، أهم حاجة خليك على الباب، لو لقيت مريان جاية تديني إشارة بسرعة. حاضر. مريان. اسمها مريان إيه؟ لا رايق واحدة. أوقف عند الباب. حاضر. ربنا معاك. لا مش قادر. انتوا سايبين الباب مفتوح يا مستر صبحي؟ يا استاذ بعتذر، يا مستر صبحي، انتوا قاعدين في فيلا ولا ايه يا جدعان؟ ايه ده، استغفر الله العظيم يا رب العالمين، حسدتهم ولا ايه؟ دي فيها صيانه. مستر صبحي، مستر صبحي، ده الحمام هنا اكبر من اوضتي. مستر صبحي معلش، ممكن تتشطف وتجيلي بره عايزك؟ عينيا، شرفتني. معلش يا مديح، ممكن تستناني في اوضتك وانا هجيلك؟ قلت لك تتشطف وتطلع لي بره، ده انتوا عايشين في الجنه يا معلم. صبحي بيه، انا الحمد لله وصلت اوضه مريم بالسلامه. عايزك تخليك واقف على الباب ما تتحركش. رجع تبلغني بسرعة. صبحي بيه، صبحي بيه، انت ما بتردش ليه؟ ما توترنيش. هبدأ ازرع الكاميرات في كل حتة بحيث نقدر نشوفها في كل الاوضاع. ايه الناس الوسخة دي؟
صبحي بيه انا مش لاقي بطاريات الكاميرات في الشنطه، شوفها لي كده عندك. صبحي بيه عن ابو العينك. انا مديح البلبوسي اهرب للسقف كده زي الحراميه. يا مديح يا ابني مش كده يا اخي، وطي صوتك، كفايه فضايح يا اكل. ثم اللي حصل حصل، طلع نفسك انت منها بقى بره يا مستر صبحي. انا بتكلم عن الفاشل ده، وبعدين هو ايه بقاله ربع ساعه قاعد فوق بيعمل ايه؟ مشي الخرتيت ده من قدامي قبل ما اقتله. الله يسامحك. اخرس، ده بوظ لنا الخطه اللي احنا طالعين فيها. ايه مش هطلعك تاني على السلم. الله، يقصد الخطه الانتاجيه مش اكتر. عجبك؟ في مليون طريقه محترمه تتعرف فيها عليها، احسن ما تزرع لها كاميرا في اوضتها عشان تتفرج عليها وهي عريانه يا قذر. انت فهمت ايه يا متخلف انت؟ ده انا كنت فوق. يا ابن الايه، يا صايع، يا لماح، يا مديح. بعتذر، انا اسف ان اقولك ان انت عيان. اللي انت فيه ده مرض، انت مدمن جنس، وده مرض على فكره وبيتعالج، وانت لازم تتعالج منه، مش عشاني، عشان فنك، عشان مستقبلك، الناس اللي عايزينك، احنا كلنا لازم نقف جنبه. الله يبارك لك. اخرس انت خالص. مش انت اللي نططه فوق يا قواد؟ قواد ايه يا بني ادم؟ انت فاهم ايه؟ احنا كنا في خطه. قواد، انا قواد، انت اللي مش واخد بالك. انا بقالي فتره فعلا قواد. معلش اعتبرها غلطه ومش هتتكرر. طبعا مش هتتكرر. عارفين ليه مش هتتكرر؟ لان السويت الحلو اللي انتوا قاعدين فيه ده انا اللي هقعد فيه من النهارده، لان انا لازم ابقى جنب الست دي واحميها منكم. لا لا مش هينفع. اعترض بقى، اعترض عشان اروح افضحك قدام الناس كلها واقول للناس الطيبه اللي معانا على اللي انت بتعمله. انا رايح اجيب حاجاتي وجاي بعد اذنكم.